اسمي العقيد ياسر حسن عبد الحميد عصر، ماسك رئيس قسم شرطة محطة الضواحي بإدارة شرطة السكة الحديد. كلمنا يا فندم عن طبيعة عملك هنا. أنا هنا موجود هنا في اعتبر رئيس القسم بتاع شرطة الضواحي. طبعا الشرطة هنا محطة الضواحي دي اللي هي مختصة بخطوط منوف طنطا، يعني اللي يعتبر الأقاليم ولا على الأقاليم. اللي حصل ان انا طبعا معايا عندي خدمات موجوده على الارصفه لتامين القطارات والاستوكات اللي هي جايه وتفتيشها وتعقيمها وبرضه بالنسبه للامان للمترددين على المحطه وكلام من ده. وطبعا في شق كمان اللي احنا بنعمله هنا عن طريق وحده البحث اللي موجوده هنا في القسم، ان هم بيعملوا في تحقيق اشتباه جنائي واشتباهات جنائيه للمترددين على المحطه. كلمنا عن الحريق بتاع النهارده. والله اللي حصل النهارده بالظبط تحديدا، ان طبعا النهارده يوم عطله رسميه، يوم اللي هو 7 يناير بتاع عيد ميلاد السيد المسيح. وطبعا بنهني اخواتنا المسيحيين ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. النهارده تقريبا كده حوالي الساعه 11 صباحا كنت متواجد على الرصيف بتاع المحطه، فالخدمه الامنيه الموجوده على نهايه الارصفه اخترتني لاسلكيا بان موجود ان في دخنه كده بتطلع من عربه في قطار موجود على رصيف من ارصفه المحطه. على الفور على طول يعني بنقول لحضرتك ان انا جريت، يعني مش جريت، انا والظباط اللي معايا والقوات اللي موجوده، ويعني ما كملش كام ده يعني لحظات دقيقه يعني ما كملناش، يعني المسافه ما خدتش حاجه. جرينا لقيت حضرتك في العربية الموجودة على رصيف القطر الموجود على رصيف 12، كان في عربية العربية الأخرانية في انبعاث دخنة كده من دورة المياه. على الفور طبعا الأفراد اللي معايا بصراحة ناس محترمة وناس يعني على قدر من المسؤولية، نزلوا فصلوا القطر عشان خشية إنه يكون في يعني تصارع في النيران والكلام من ده، عشان نفصل العربية عن بقية القطر. وبالفعل تم فصلها في خلال الفترة دي. طبعا هم كانوا شغالين بيفصلوا، وانا دخلت على طول على دورة المية اللي كان فيها الحريق بطفات الحريق طبعا، والحمد لله يعني ربنا اكرمني وطفيتها الحمد لله. يعني لو كنا يعني ربنا ما كانش ييسر كده كان ممكن تبقى في مشكلة كبيرة، والحمد لله ربنا ييسر. كنتش خايف على نفسك وانت داخل؟ والله انا اقول لحضرتك حاجه، يعني بالامان طلعني، احنا دي شغلتنا ودي يعني دي شغلتي ودي مهم شغلتي ان انا اعمل الكلام ده. انا ما خفتش طبعا، اخاف ما انا اخاف على مين؟ وانا موجود هنا، انا المسؤول، انا والضباط اللي معايا والافراد اللي موجودين معايا مسؤولين عن المكان ده، المكان اللي انا موجود فيه. فطبعا انا لو خفت او والناس اللي معايا خافوا، طب يعني مين هيعمل الكلام ده؟ فالحمد لله احنا ربنا وفقنا. وهي دي طبعا دي كان لازم اعمل كده، يعني كان لازم اعمل كده وما فكرش طبعا بالامان، ما فكرتش ان انا ما اخشش وان انا ما اعملش الكلام ده. ليه؟ لان طبعا الحاجه دي اولا ده مال عام، مال الدوله بجد، يعني فاهم، مال الدوله. طب وبعدين لما يبوظ القطر ده ولا العربيه تبوظ، طب ما هتتكلف على الدوله فلوس كتيره. دي حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه ان انا لو كنت صبرنا شويه كانت هتبقى في مشكله، ان انا ممكن نستنى الاطفاء يجي وكلام من ده، ممكن يبقى في تاخير شويه على ما يجي الاطفاء وكلام من ده، كان ممكن القطر الحريق يسحب في العربيه كلها وممكن يمتد العربيه اللي بعد منها. فالحمد لله انا ما فكرتش بالامان ان انا يعني اتوانى استنى شويه او ان انا اقول لا لما يجي المطاف وكلام من ده، لان لو انا كنت استنيت ما كنتش عارف ممكن ايه اللي يحصل. هل في هناك شيء اجبرك على الدخول وسط الحريق؟ لا طبعا، اكبرني ايه؟ انا معلش الكلمه، انا المفروض ان انا رئيس القسم هنا، يعتبر انا اكبر واحد موجود هنا في القسم، فما كنتش انا اعمل الكلام، انا ما اعمل الكلام ده وانا اكبر واحد موجود هنا في القسم. شيء طبيعي هيبقى الناس اللي معايا ما شايفين الراجل رئيسهم بيعمل الكلام ده، هم مش هيعملوا الكلام ده ازاي؟ يعني فبالتالي دي بقى اول دفعه للناس اللي معايا ان انا في المقدمه، في مقدمتهم فعلا، يعني مش كلام، في المقدمه، عشان انا وانا لو انا ما عملتش كده هيبقى كل واحد هيبقى هيرجع يجيب ورا يجيب ورا يجيب. لكن الحمد لله ما جاليش شك ان انا اخش فعلا، يعني ان طبعا هو العمر واحد ورب واحد.